عليكم انه اربع انش لهون. مهندس احمد كماش حاده، مهندس سوشيال انجينير بهيئه الاغاثه الانسانيه اي واي دي. مشروع هيئه الاغاثه الانسانيه في منطقه نصيبين وما حولها هو مشروع اصحاح. في عندنا مجموعه من المشاريع الفرعيه له: مشروع اعاده تاهيل المراكز الصحيه في المدارس، مشروع الصرف الصحي، مشروع اعاده تاهيل النظام المائي، مشروع اعاده تاهيل الاليات المستخدمه في النفايات وإدارة النفايات الصلبة، وعندنا حملات النظافة. إعادة تأهيل النظام المائي في نصيبين وما حولها، تم تجهيز محطتين نصيبين ومعر طبعي بكامل التجهيزات كهربائية وميكانيكية، مولدات، كابلات، لوحة، بكل ما يتطلب من تجهيزات. المشروع بغذي مجموعة قرى نصيبين، مجدلية، قدورة، معرزاف، منطف، كمان بالإضافة إلى كفر لاتا. مجموع المستفيدين اللي موجودين في المشروع بيتعدى بحدود 22 ألف نسمة بناء على الإحصائيات المقدمة من المجالس المحلية. ونحن الحمد لله رب العالمين صار عمل متواصل من شهر 11/2016 إلى الآن، وتم وصول المياه إلى المستفيدين، ولكن يوجد الآن عمل جاري على صيانة الشبكات اللي موجودة حاليا بقلب القرى نفسها. أنا المستفيد من المي، أول شيء كان صريد المي نعاني منه كثير، نضل أسبوع حتى يجينا صريد المي، وعم ما في وفي، وهلا الله يعطيه العافية الشباب، إجت المي يعني صارت متوفرة الحمد لله. علينا مشكلة كثير من المياه بهالخمس سنين اللي انقطعت، وهلا الحمد لله مش الحال. كان اول ضل اسبوع من دون مي حتى يجي الصهريج وفي وما في، وحتى نروح مصيبين وغير ضيعه وغير لحتى نجيب صهريج. الحمد لله بعد خمس سنين مش الحال، الله يعطيه العافيه الشباب.